صل على الله. إذا ذهبنا إلى ذلك القبر، إلى ذلك الضريح، تجد الأنوار تتلألأ عند قبرها، تجد الزوار من كل العالم يفدون إلى ذلك القبر، يقفون ويستأذنون عند الضريح ثم يزورون قبرها. أسألكم بالله، أين قبر أمها فاطمة الزهراء؟ أين قبر أمها فاطمة الزهراء عليها السلام؟ دفنها أمير المؤمنين ليلا لا نهارا، سرا لا جهارا، وما حضر أحد في تشييع فاطمة الزهراء إلا فئة قليلة: سلمان، المقداد، عمار، أبو ذر، زين، فئة قليلة جاءت إلى تشيع سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وخرج نعش الزهراء يتمايل بظلام الليل. شوف لما تشيع امرأة مؤمنة ويحضر الناس إلى تشيعها، ويحضر الناس إلى فاتحتها، ويحضرون الناس إلى التعزية، لنتكلم عن سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، خرجوا بذلك النعش في سواد الليل، وإذا من وراء النعش الحسن والحسين ودموعهم تجري على تلك الخدود. أخذ ذلك النعش يتمايل يمنة ويسرى، أما زينب سلام الله عليها فقد كانت دموعها تجري على خديها وهي تنادي: وأمه وفاطمة، اتنادي بلسان الحال يلي على الشيال شلتي عنها البيوت، يلي على الشيال شلتي عنها البيوت، لا وين هالسفرة يا زهرة فوق تابوت، ردي على زينب قبل ما زينب تموت، ردي على زينب قبل ما زينب تموت، بعدك يا يما موحش الدنيا عليا، بنت النبي ماتت بحسرتها خفية، أجرك الله يا علي فيها الرزية، وظلوا يتامى من بعدها حسن وحسين، والكل ناد من البتولة رايحة وين، حيدر على الكرار منا تهمل العين، أجركم الله يا أولادي في الزكية
مكسورة الأضلاع وحزني عليها، لمكسورة الأضلاع وحزني عليها، دهر رماني بالنبي واليوم بيها، قوموا عينوني أجيب النعاش لها، أوصتني أدفنها بظلمتها العشية، هذا وزينب صارخة وتصيح يا ياب لا تدفنون منا البتولة تحت التراب، يوحش علي منزلي يا داحي الباب، وبعد البتولة موحش الدنيا علي. نعم، بعد أن دفنها أمير المؤمنين عليه السلام وأرجع الحسن والحسين إلى تلك الدار الخالية من نور فاطمة، رجع أمير المؤمنين إلى قبر الزهراء وجلس على ذلك القبر ودموعه تتحدر على خديه، وأخذ ينظر إلى ذلك القبر اللي ضم الزهراء وضم آلام الزهراء وضم كل المحن والمصائب التي مرت على فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، توجه بعد ذلك إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: يا رسول الله، لقد ردت الأمانة وأرجعت الوديعة، لكن يا رسول الله أرجعتها وهي مكسرة الأضلاع ومسقطة الجنين، أوالي وصيتني وأنا صبريت واستهضموني، والزم الدار يا رسول الله ولفوني، وذيك الوديعة روعوها ولببوني، وأنا وحيد ما شفت لي منهم أنصار. يا سيد الكون، الوصية ما رعوها وهجموا على دار البتولة وروعوها، طلعت الدافعهم بالباب وتكسرت الأضلاع منها وصار ما صار، أوائل اللي عاشت بعد فرقاك، بعد فرقاك مهضومة وذليلة، ومن كثر ترويع الرجال صارت نحيلة. أنا شحكي وشعدي
من مصايب هالجليلة، كل ما أتذكر حالها قلب اشتعل نار. بنت من أم من حليلة من، ويل لمن سن ظلمها وأذاها. يا الله إلهنا بحق فاطمة الزهراء وبحق السيدة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، اللهم فرج عنا وفرج عن المؤمنين والمؤمنات، اللهم فك أسرانا ومسجونينا وغير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم، وثبتنا على ولاية محمد وآله الطاهرين، واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة. إلى روح السعيدة المتوفات من اجتمعنا لأجلها وسببها، جاف اللهم الأرض عن جنبيها، واصعد بروحها إليك، ولقها كتابها بيمينها، اللهم وأخرجها من ضيق القبور إلى سعة الدور والقصور، واحشرها مع فاطمة الزهراء ومع محمد وآله، واجعلها معهم في الدنيا كما كانت معهم في الدنيا، اجعلها معهم في الآخرة، واخلف على عقبها في الغابرين، وعندك نحتسبها يا رب العالمين. إلى روحها وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين، رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.